بس يا صحابنا انا جبت اللعبه دي عباره عن المكياج، وهي بعد ما خلصوها نقفلوها في حاجه كده بنشيله البتاع ونحطها بتبقى شنطه يعني، وساعات بتبقى كمان سراحه. تمام، وريها لنا يلا. الفتحه الاول هي تفتح من تحت. طب يلا وريني كده، عشان يعني ايه؟ عشان لما نيجي نفتحوها نعرفوا شكلها ازاي عشان بننسوش. تمام، وتعرفوا معاها تاج كمان. اهم حاجه بالنسبه لك التاج طبعا. يا ريت يا ريت التاج ده احلى حاجه. التاج. طب يلا اللعبه افتحها لك. ها وفيها لزق على فكره. طب يلا. اوبا، برافو، اقوي، برافو. بس كده يلا. طيب انت شقلبتي الشنطه والله. لا بس مش مهم، يلا. برافو. الله، ورجين. بص شكلها سو كيوتي، حلوه قوي والله بجد من جواها حلوه قوي. احنا مش هنسيبوها باللزق بتاعها طبعا. طب شيلي لزق كده. برافو. اي رجع ورا عشان تباني انتي والشنطه. بس كده شيل اللزق بالراحه. برافو. اوبا، برافو. شفتي بنتك قويه ازاي؟ طبعا انت هتقولي لي بس بتاكل كويس. لا باكلش كويس، ما انا عارفه انا بتريق. يلا ماشي. يلا يلا، أول حاجة نفتحها من هنا. تمام. واو، إيه ده؟ دي فاضية؟ مثلث رعب، ارميه على جنب. رعب؟ بهزر يعني. تمام، وبعدين افتحي الشنطة من تحت يا لولو. لا تفتحش. أمال إيه؟ هي كده تفتح من تحت. أمال طب أنتي بتطلعي المكياج من جوه إزاي؟ أهو بصي، دي بتفتحها كده وبعدين بيفتحوا دي. فهمت، هي ممكن تكون انت بقى بتقعدي بقى. وريني كده. انت جايبه الحاجات دي بتقعدي تلزقيها بقى على الحاجات بتاعتها. الله، وريني. استنى عشان نفتح كيس كيس دلوقتي، خليهم كده. انا بطلعهم من الاول دي. واو، سيشوار. بتهزروا بجد؟ ده التاج. وريني. بصوا التاج اللي كانت اصلا فاتحه الشنطه لا يا غزل، ده مش التاج، ده بيلزق. بصوا في حاجه ورا، بصوا. لا لا، بصوا ده بيلزق في حاجه ورا. صح. ايوه صح كده، خدي. طيب الله على المشي ده، دخل فرشه. تمام. انا متلخبط بين المشط والفرشه. عادي، هما الاثنين بيأدوا غرض واحد. يلا ركبي ال انا بص هفتح الكياس الاول بعد اذنك. لا، ما انت تركبي حاجه حاجه، مثلا ركبي التاج زي ما كانوا. لا اركب ده الاول يا حبيبتي، ما انت لازم تحطي ايوه القاعده بتاعته. وشفتوا بقى لما عايزين تقفلوها تحطوا دي جوه ونفتحوها عشان تبقى شنطه. فهمت. ودي بقى اللي هي بتاعت الشنطه. ايوه، الايد من ورا. بس دي صعبه قوي تتركبيها. هنركبوها احنا بس شهرين. لا لا هنركبوها بس. ماشي، بعدين الثانية. ايوه صح كده. تمام، ركبي التاج اللي انت هتطوليه كده مكانه. بس هاتي الشنطه والشا كده عشان اشوف وانت بتركبي. اوكي يلا عشان فيه. نعمله زي احمد. اوكي اوكي، احمد بيقول اوكي اوكي. يلا بالراحه بالراحه على مهلك. شوفي فين المكان بتاع المسمار ودخليه فيها. لا مش مكان، عشان دي كبيره. دي زقاق كبيره يا غزه. طب سيبيها في الاخر، يمكن ليها مكان في الاخر. انا مستغربه عشان كده. طب يمكن ليها مكان في الاخر. افتحوا ده دول. توريني انا عايز اشوف الحاجات. ايوه اللي جوه الكيس. ورا فيها كي فيها فتحه من تحت. ايوه كده. يا ديدي كده يا ديدي. ايوه صح. هتفتحها لك انا. ممكن يكون لزق بس جامد شويه. خلاص يلا، برافو. اعملي بقى سربرايزز كده في الارض كده وكوبيه قدامي. سربرايز.
بالراحه. ايوه واو كل ده ايه ده؟ كل ده روج؟ يس. لا بجد بتهزري؟ ده القمار اتحط ده منكي؟ ايه ده يا جماعه؟ وانا بحلم ولا ده حقيقي؟ لا يا حقيقي. بصي يا حبيبتي ده مش منكير اصلا. يا قلبي ده منكير. فين اللون يا بنتي؟ ولا هو بلاستيك؟ هو كده بس شكل بس؟ انا بحسب فيه لون والله من جوه. انت بتهيألك يا قلبي. تهيألي يا قلبي؟ طب يا قلبي وريني يلا وبعدين هتعملي ايه؟ مامي انا عايزه اقول لك دول كمان بلاستيك ولا بيتحطوا؟ ما بعرف. طب وريني كده؟ طب انا عايزاكي انت تشوفي الاول. طب وريني. هطلع. وريني طيب. بلاستيك. وريني ما انا مش عارفه ما انا مش شايفه والله ده بلاستيك. بلاستيك بلاستيك. قولي والله؟ وانا بحسب بجد لعبه مكياج بجد وفرحانين و والله انا زعلانه اكتر منك. وريني معاهم ايه تاني؟ وريني معاهم وريني الحاجات ايه تاني؟ ده دي ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده عقد؟ دي غوايش؟ وايه تاني ده؟ الله الله شفتش ايه كمان يا ولد؟ الله مدلعناها قوي كمان مدلعنا. لا انبهرت انا شخصيا انبهرت. خدي في خاتم تاني. بصي بتبصي ده في تالت. وريني والله حلو قوي. انبهرت. انت انبهرت ازيك برضه. هفتح ايه تاني؟ وريني السشوار شغال ولا مش شغال؟ ايه السشوار؟ سشوار. ايوه كده وريني السشوار شغال ولا مش شغال؟ ايه ده بقى؟ مقطع حزن. مقطع حزن؟ بتقول مقطع حزن. مقطع حزن. مقطع حزن يعني زعلانه؟ انا بسيبها فعلا حاجات بجد والله. مقطع حزن ده شغال ولا بلاستيك؟ كوري بجد والله ما بهزرش. بتهزروا بلاستيك؟ وانا فرحانه جاي ولعبت. مش جايبه عشان كده، مش جايبه عشان بلاستيك. وانا والله انا مستغربه والله. انا حاسه ان انا موهومه. انا بفتح حته منكير والله العظيم بحسبه بجد لقيته فرشه بس بلاستيك. انا طب احنا طب انا هلزق دوت الاول ونحل بقى مع ال هاتي الكرتونه قدامك عشان تشوفي وانت بتعملي يا بابا بدل ما تقعدي كل شويه تلفي ورا. معلش بالراحه بالراحه. خدي ايه ده؟ واو وريني بتشوفي فيها بجد؟ مامي ايه؟ وريني. انا وشي كبر. وشي كبر؟ والله وشي كبر. كده بس العقد تحفه ياكل منك حته. ممكن دي بقى اللي بتتحط زي ما انت قلتي. ايوه ايوه. والتاج بقى زي ما انت كده مش كده اصلا. التاج هنا يا مامي. والله ايوه يا غزل. ايوه صح يا جميل. ايوه لا ظبطيها انت كده مش لا اتظبطت اهي. حطي التاج بقى كده. روز ماي تاج. Where's my tag on? Where's my tag on? يلا ها بالراحة بالراحة على مهلك. بالراحة بالراحة. واو يبقى دي السريحة بتاعتك بقى من هنا نحطوها على السريحة على ال استني عشان انا دي مش هحطها باين عليا. ليه؟ انت مش عايزة تتول. طب يلا طيب حبيبتي ركبي كويس يا بابا. هتركبها لك؟ استني طيب. هسيبها في الاخر. طب استني هحاول اركبها. استني هاتي بس احاول اركبها هاتي. بص المرايه. والله ما هعرف. فرشه. انا هسرح بشعري مع انه ده هيتكسر مره واحده. خلي بالك عشان العقد. العقد اللي له. نزلته قوي. يا زوزو هتقطعيه يا ماما. وريني بقى كده هاتي. طب استني كده نركبه الشنطه. هاتي هحاول اركب الشنطه انا. يعني ايه؟ هاتي الشنطه. هاتي الشنطه ركب التاج انا وبقيه الحاجه كده وريها لي. لا انا عايزه اركب بيت الحاجه. طب وري بركب انت. طيب يلا. انا عايزه اركب احط ال طب يلا انا معاكي اهو يلا. نشوف الاول عشان اتاكد اللي هي صح ولا لا. ده كل الموضوع ستيكر يا جماعه.
يعني الموضوع كله ستيكر. انا بحسب فعلا بجد يعني يعني بتبصوا كله ستيكر كل خباك حاجه تقطعيها. لخبطينا انا لخبطك ايه يا بنتي ولا جيت جنبك جيت ماما عايزه اقول لك حاجه. قولي يا قلب ماما. عايزني اتخطف يا لذيذ؟ عايزني اتخطف يا لذيذ؟ اوه عايزك تتخفي زي ما خطفتي قلبي. المفروض ان انا اغني لك دلوقتي لسه عندي وعد لك يا عمري كل حاجه فيها حتى عمري. اوه برافو. انت عايزني اتخطف يا لذيذ؟ لا عايزك تتخطفي زي ما خطفتي قلبي لسه عندي وعد لك يا عمري. قولي تاني كده عشان انا قلتها غلط. انت عايزني اتخطف يا لذيذ؟ عايزك تتخطفي زي ما خطفتي قلبي لسه عند وعدي. حلوه من دي. انا عندي بشوفها على التيك توك بدا واحده بتجيلي 20 مره انا وراها يعني 20 مره. انا عارفه ما هو تيك توك لما حاجه بيبقى عليه ترند بيبقى كل شويه بيجيبوها كتير قوي ولا بقى كده يعني بتعملي حاجه صح. طب قربي لنا بقى كده البتاع عشان نشوفها شو كويس. طب انا بشوف ايه اللي هنا ازاي. استنى دي فين؟ لا تتفكن قوي. يلا بينا. ايوه لا هو مش ايوه صح. لا زي ما بابا قال لك صح. لا اسمها كده صح زي ما بابا قال لك صح. ما انت قلت كده صح. ما هي ماشي يلا. انا فين التاج؟ ما يتاجل. غلط. استنى يا زون غزه بتخترع. والله انت بتخترعي. خليها فين؟ هاتي. طب احاول اركبها لك انا وانت زي بقيت اللزق في الاخر نشوفوها. يلا بينا. طب مامي انا نفسي افهم. نفسي افهم. هاتي بس كده. هاتي الشنطه. هاتي الشنطه. حاول انا فيها. هاتي الشنطه. ما انا هحط ال طب بابي ما انا انت. طب بصي بس هاتي الشنطه كده وبعد كده نرجع لهم بقى وهي خلاص متركبه. هاتي بس اسمعي بس. هاتي الكلام. هو في لزق زياده. هاتي يا زوزو. هاتي يا زوزو. هاتي يا زوزو. هاتي الشنطه بس. هاتي الشنطه بس. هاتي الشنطه بس يا جماعه. انا راح اركبها. هحاول اركبها وارجع لكم. ها يا غزوله وصلت لايه؟ بصوا احنا ركبنا. وريني كده بتعملي ايه هنا. بصي يا ماما عشان دي مش عايزه. بالراحه. طيب بس يا جماعه احنا ركبناه اهي. شايفين ازاي فوق التاج هو اتلزق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يلا جوجو بارد في الله. هاتي يا بوبي. حاضر. خدي ماشي. يلا شو واحده تانيه زي المانيكير. ماشي بعدين. ساشا عادلها. مروف طبعا بابا بيساعدها. استنى بقى كده بعد اذنك. لحد هنا. استنى لحد هنا. ستوب. بس المخترع هنا. المخترع بس بابا اقول لك طلع لي ايه عشان ايوه بص بقى. والله جدع والله. شغلنا معاه. معلش معلش. الثانيه. ها ثانيه يا بابا انت مستعجل. انا مالك انا مالك. بالعكس. لا صح كده من ناحية ايه. ها استني بالعكس. امسك فيك دي انا اهي. المهم تاني بالعكس على فكرة. ماشي بعد كده بتظبطيها براحتك. بس عشان نوريهم المنظر في الشكل في الاخر يبقى عامل ازاي. ماشي اعملي براحتك. ماشي براحتك. يلا تمسكيها كمان. مفيش حاجة على الفرشة؟ ايه امسكي كده. كده عدلي تقوي. شكرا نون. شكرا نون. يلا يلا حطي شوفي هتحط فين. ودي فرشة. استنى بقى بعد اذنك. استنى. استنى بعد اذنك. استنى. دي فرشة. ما هنا مش بقى. الفرشة مفيش حاجة للفرشة. ودي السيادة على ما اعتقد صح؟ لا هنا هنا. دي هنا اهي. دي اهي.
طب فين الثالثه؟ ما هي ادي واحده اهي. والثالثه في ثالثه. هم ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. هنا في اثنين. مين الثالثه؟ هنا حتى اهي. بجد؟ يلا اهو اهي خدي دي. طب انتي بقى؟ هاي غزل. ماشي بابا. دي هنا يا هنا. كفايتني. حلو كفايتني حلو. بص بقى انا هحط ده شبه الصوره بالظبط، هقلدها زي الصوره. تمام يلا بينا. كده اول حاجه دي ثانيه بوي عشان اركز بعد اذنك. يعني جنبيها برضو. استنى جنبيها. استنى دي هتقع. بنروح على مين؟ واحدة هناك. لا مش فاهمة ازاي حطينا هنا، مش عارفة. ما ممكن هما بقى رسمين يا غزة. قصدي رسمة. لا والله. دي هنا. بس هما بصي حاطين على الحرف، بصي كأنها هتقع. فهي تقريبا هما مش عارفة. سيبيها في الآخر ده. طب يلا. لا. هنا كده وحاطينها هنا بصي. لا دي هنا. ماشي يلا. هاتي التانية قلتي لي هنا صح؟ حطينا. تمام ماشي ماشي. ايوه ماشي. تحت هنا. برفيوم ماشي. دي هنا. اخي. هنا. في باسكت. ده باسكت يا بابي. دي واحدة هنا. واحدة هنا. اهي. لا هنا يا زوزو بص فوق. ايوة. مع انه حطينا هنا بس لا هنا بالظبط كده. واحدة هنا اهي. لا فوق. خليها هنا. ماشي. هنا حاجة. واحط ايه تاني بقى وريني. حاجات هنا. دي. واحدة هنا. حاساها كبير غير الصوره. ولا بالعكس دي. ماما بصي عاملينهم ازاي، ماما مدورينهم كده. بس في دي في تقيل. ماشي طب يلا. انا فهمت دي عاملينها ازاي، ملفينها على ايدهم. يا ولد برافو. برده كبير. تمام ممكن تعديهم كلهم على بعض في الحته اللي في النص دي. مش عايز سيب شيبي ده في الاخر عشان ايه يا سيب بابي. هيت هاتهم كده التاني كده التاني عشان ايه نعرف مرة واحدة. شكلها حلو قوي. والخاتم استنى عشان نشوف الخاتم كنا متراسلين. استنى ماشي. بعدين خلصنا الحمد لله. لا الحمد لله خلصنا راس السريحه بتاعت السندريلا غزل. يا رب يكون الفيديو عجبكم واللعبه كمان تكون اللعبه البلاستيك اللي احنا اصلا ما استفدناش منها اي حاجه خالص دي تكون عجبتكم، مع ان دي هتستفاد بيها. قولك ليه؟ هي لعبه. فانا احطها في وشي. لا والله. طيب تمام ماشي. نعم عايزه بس حلو قوي والله بجد. انا هلبس واحده. يا رب يكون الفيديو عجبكم الفكره كمان واللعبه كمان تبقى عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت وفاز جوز التشيرت مع اي احلى وصلها اثنين من يوم مشترك. ويلا بينا. باي باي.